البتنجان، الشيش البتنجان باللحمه. هنحتاج لحمه مفرومه من بوم ميت، ومحتاجين كمان بصله مفرومه، 2 فص ثوم مفروم، ربع كوبايه من البقدونس المفروم، بقسماط مطحون ناعم، نستخدم كوبايه او نص كوبايه على حسب الكميه، معلقتين ثلاثه براحتك برضو، 7 بهارات، بابريكا وملح وفلفل اسود. علشان بقى نبتدي نزين الشيش كده هنحط فيه بتنجان رومي كبير ومتقطع حلقات، فلفل حراق وبرده نحطه حب، طماطم شاري وبرده ده للتزيين. عندنا كمان 3 معلقه كبيره من الصلصه، ميه وملح وفلفل اسود، وكمان عندنا المسله الطبيعي، مسله الدهن الطبيعي، وده هنستخدمه النهارده من بوم ميت. يلا بينا، هلبس الجلوفز ونفتح اللحمه وهقول لكم ايه هي التفاصيل بتاعه الكفته بتاعتنا. ناخد القص على جنب والمقص، فين السكينه؟ اول حاجه طبعا هناخد اللحمه كده، لحمه مفرومه من بوم ميت، شايفين لون اللحمه حلو ازاي؟ وهبتدي اشتغل فيها زي اي كفته عاديه بنعملها. هنحط البصل كده، انا عايزه في الكبه هفرم شويه من الفلفل الحامي والاحمر والاصفر، انا عارفه ان هما ممكن يكونوا للتزيين اكتر، بس خلوني احط في وسط الكفته حبة فلفل كده هيدونا طعم لذيذ جدا. في الشاورما كمان بعمل كده. بطحن الفلفل عشان بيبقى طعمه تحفة، بس هو حراق مش قادرة اقول لكم ريحته عملت ايه حالا. نعمل كده، نحط البقدونس ونحط الثوم، مهم ان احنا نحط فيها ثوم ما تنسوش، البهارات بتاعتنا، ملح والفلفل، من الحاجات اللي عشان تبقى كفتة لازم نطلع لها العرق بتاعها، بتاع الدهن اللي فيها، حتى لو نسبة الدهن فيها مش عالية قوي بنعمل كده. احنا عندنا هنا اللحمة نسبة الدهن فيها مش عالية قوي، عشان كده حاطين البقسماط، بس قبل ما اضيف البقسماط عايزة اعمل كده في الكفتة. دايما تشوفوا حتى الكبابجية او كفتة الحاتي لازم نعمل كده، ده اهم حاجة، اولا بتنعم جدا تبقى حاجة واحدة وتشد وتطلع العرق فيبقى الكفتة مظبوطة. عكس الكلام ده كله بقى في البرجر، لما نيجي نعمل برجر ما نعملش كده ابدا، البرجر من الحاجات اللي ناخدها كده زي عجينة التارت بطراطيف الصوابع. كل حاجة تدخلت في بعضها، هنزل بقى بالبقسماط، هيلم معايا جدا، ودي حركة ممكن تعملوها بس مش كتير قوي لما تبقى اللحمة الدهن بتاعها مش كتير، او احنا مثلا مش عايزين نحط نجيب لحمة دهونها بزيادة، بنلمها كده ببقسماط وخلاص.
مهم ان البقسماط كله يختفي. ريحة التتبيلة ابتدت تظهر، وريحة الفلفل والبقدونس والفلفل الأحمر اللي عملناه كده كده. تمام، نلم الأشياء بتاعتنا ونكمل. طيب هنا بقى وصلنا لإيه؟ دي الحاجات اللي هنحطها في الشيش. بصوا البتنجان، البتنجان الحلو اللي من غير بذرة ده مليان دلوقتي كتير هتلاقوه، والبتنجان المطولة شوية حلوة قوي، فمن غير بذر ولذيذ جدا وهيبقى حلو قوي في الشيش طاووق او في الشيش في عيدين الشيش طاووق اللي احنا بنستخدمها على طول. اوكي، دي العيدان الخشب بتاعت الشيش طاووق هنستخدمها النهارده. هنعمل ايه؟ هنعمل كده، ادي الكفته هكورها، هخليها زي البرجرز زي ما تحب. العيدان دي انا بحطها في ميه قبل ما اشتغل فيها لمده نص ساعه، نص ساعة منقوعة، ممكن تبقى المية دافية، مية سخنة، ليه؟ عشان تستحمل وما تتحرقش معايا، تفرق جدا جدا في نتيجة الشوي بيها. هحط كده البتنجان، البتنجان زي ما انتم شايفين متقطع تخين عشان يستحمل، وبعدين هحط الكفتة، وادي البتنجان. بصوا طبعا تقدروا بقى ايه تزودوا براحتكم كمية الكفتة في العيدان، يعني اتنين تلاتة. بصوا لذيذة قوي. وبعدين نحط فلفلية مثلا كده، لا هنحط طماطم شاري، نحط فلفلية خضراء نقفل بيها ونمسك بيها من هنا كده بالشكل ده، وبعدين نحط الطماطماية كده ده برضو للشكل كده زي الفل. يلا اللي بعده، موضوع بسيط وسهل وممتع جدا، وتغيير، لان طعم الكفتة هتدوقوها هتحسوها مختلفة تماما، علشان البتنجان بيدي طعم مش عادي، طعم البتنجان هو اللي بيكرف على الكفتة. وبعدين احنا كده رسينا ان السيخ بياخد ثلاثة مثلا وثلاثة. ونحط الفلفلاية بتاعتنا والطماطمية. وهكذا. عندنا بقى بعد كده عايزين يبقى فيه خلطة تسقية. خلطة التسقية دي ممكن تستخدموا فيها ايه؟ عصير طماطم، شوية مرقة عندك لو انت عندك مرقة. انا هوريكم انا هعملها ازاي، انا هعملها بمنتهى البساطة، انا بديكي اختيارات، فانت تحطي المرقة اللي عندك، مرقة لحمة مثلا حبة صغيرين عندك، ايه تاني، شوية مية بمعلقتين صلصة زي ما انا هعمل، شوية عصير طماطم وتقومي حاطة فيها قرن فلفل كده ومعلقة سمنة وشوية بهارات وشوية زعتر زي الفل. لازم بس نظبطها كده. هنعمل اخر واحده وبعدين نروح نعمل الصوص. هحط الطاسه على النار وهحط الصلصه
والفلفل عشان عايزه من الفلفل، وهحط عندي النهارده هستخدم من بوم ميت سمنه المثله الدهن البقري دي طبيعيه 100% زي ما انتوا شايفين كده، وهنستخدمها هي زيها زي السمنه بالظبط، ماده دهنيه مثل الدهن الطبيعي بطعم وريحه السمنه البلدي، ما فيهاش اي اضافات ولا مواد حافظه ولا اي حاجه، مثله طبيعيه 100%. اوكي يلا احنا هنستخدمها النهارده كاننا بنستخدم سمنه بلدي، بس هي ساقعه شويه فايه. بصوا بصوا عامله ازاي، هتمشي مع وصفتنا جدا 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 النهارده، علشان هي هتبقى محتاجه حبه دسم وطعم وريحه. ريحتها تحفه على فكره، ريحتها حلوه قوي. ريحتها حلوه قوي يعني. ريحتها سمنه بلدي خالص. هي بس متجمده عادي يعني. اوبا، حط بقى فلفل كده. بصوا بصوا لما دابت زيها زي السمنه البلدي بالظبط. نحط عليها الصلصه، طبعا بنبقى في منتهى السعاده واحنا بنتعامل مع حاجه متاكدين انها طبيعيه 100% وبتستخدم بامان. فاحنا كده حطينا المثله او السمنه اللي احنا بنستخدمها النهارده من بوم ميت، وحطينا الفلفل الحامي، هحط كمان شويه من الفلفل الاسود على الملح، وهعمل كده. الفرن شغال على الحامي. خدوا بالكم الموضوع هنا بقى بسيط، يعني مفيش تعقيدات. احنا عملنا كفتة، عملنا بتنجان، هنسويها في شوية الصلصة دول، هتطلع لنا بسرعة، مش هتاخد وقت خالص، وهتبقى يعني انا شايف انها صحية جدا ولذيذة جدا. يلا الفرن شغال، هنزل بالصوص كده. هي طبعا المساحة هنا ما تجيش ان احنا نحط واحدة كمان، مش كده؟ ما تجيش. لا لا، انا بس كنت عايزة ازود طماطمية هنا تدي شكل لذيذ، وبعدين ادخلها على الفرن على طول. يلا بينا هندخلها على فرن حامي. الكمية كلها هنطلعه حالا. شيش البتنجان بالكفتة. نطلع من الأول. طلعت الأول كده. بسم الله. يستحسن ان هي تطلع دايما معاها صوص. عايزه اوسع لنفسي بس عشان انا عارفه اللي في الاخر خالص ده، وادي اللي احنا عملناه مع بعض. مفكره اقدمه على حاجه ولا ايه رايكم؟ افكه. حصل طبق شويه مبهدل،
البوتاجاز بيعمل اصوات. طيب ناخد طبق مثلا، نعمل كده ونعمل كده ومش هننسى الصوص. نرشه عليه برضو نقدمهم كده، شكلهم لذيذ وحلو قوي. كمية قليلة هتعمل معاكم، كمية لحمة قليلة هتعمل معاكم شوية حلوين، يعني هتلاقوا الدنيا لذيذة كده. تعالوا نرص شوية بقدونس على الرز اللي احنا مقدمينه جنب الكفتة، رز أبيض، وهنا كمان نحط عليها كده شوية من البقدونس ينور لنا ويدينا حركات. اللون الأخضر مع الأحمر برضو مبهج. كفاية